السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي التي تم نقاشها منذ مايو الماضي. وتتضمن الوثيقة التي مهرت من ممثلي الطرفين والوسطاء مهام وتشكيل مستويات الحكم الثلاث خلال المرحلة الانتقالية ممثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وأخفق الطرفان بحسب الوثيقة في الاتفاق على النسب المكونة للمجلس التشريعي، واحتفظ كل طرف من هذا الاتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي. واتفق الطرفان على أن تأجيل المناقشات بشأن تشكيله أمر ضروري إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة. وأقر الاتفاق كذلك تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في 3 يونيو وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا. وينتظر أن تستأنف خلال الساعات المقبلة جولة جديدة من التفاوض لإكمال الاتفاق على الإعلان الدستوري وحسم الجدل حول عدد من النقاط فيه قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق الكامل في موعد أقصاه عصر غد الجمعة. أهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، تغطية خاصة نقف من خلالها على المشهد السياسي وتطور المرحلة وكيفية تكوين حكومة مدنية بعد الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية تلبي تطلعات الثورة. أرحب كثيرا اليوم بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ يعقوب محمد الملك، رئيس حزب الدستور والقيادية البرلمانية السابق. نحلل معه الموقف التفاوضي المتقدم ونناقش مجريات الأحداث والوضع بكل أبعاده ومطلوبات المرحلة المقبلة. أهلا بك بداية أستاذ يعقوب، وأرجو أن تقرأ لي كيف تلقيتم وتابعتم هذا التوقيع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على وثيقة الاتفاق السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء شكرا لك أخي طلال، والتحية لك والتحية للعاملين في قناة طيبة والتحية لمشاهديك، وابتداء يعني نترحم على شهداء الثورة السودانية الممتدة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان انتهاء بثورة ديسمبر 2018 المجيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يتقبلهم قبولا حسنا ويدخلهم فسيح جناته، وكذلك أنتهز هذه السانحة لأرسل تحية للاجئين والنازحين في المعسكرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينهي معاناتهم ويعودوا لديارهم الأصلية سالمين غانمين معوضين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالاتفاق السياسي لتشكيل هياكل السلطة، جاء هذا الاتفاق في 6 فصول وشامل 22 مادة. أعتقد أنه هي تحدثت عن هياكل السلطة زي ما أنت قلت، إنشاء الهيكل السلطة السيادية والجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، ووضعت قنابل موقوتة ومؤقتة يمكن في أي لحظة من اللحظات يؤدي إلى عدم الاتفاق، ويمكن خاصة في بعض الجوانب اللي أفتكر إنها طيب يعني سنعود بالتفصيل مؤكد أستاذ يعقوب لقراءة كل هذه التفاصيل. أشرت لأن هنا قنابل موقوتة في هذه الوثيقة، لكن بداية يعني أود أن أعرف رأيكم أنتم في حزب الدستور، إلى أي خط سياسي أنتم منتمون؟ هل أنتم حزب مستقل قائم بذاته أم أنكم موقعون على أي من التحالفات الموجودة في الساحة السياسية؟ نحن حزب مستقل أولا، لكن مع تحالف النهضة، نهضة السودان، كتحالف سياسي مع 6 أحزاب سياسية وحركتين موقعات على اتفاقيات. احنا ننتمي لتحالف النهضة، ولكن كحزب لنا استغلاليتنا، لنا وضعيتنا، وقلنا رأينا في هذا الاتفاق كحزب. رحبنا بهذا الاتفاق وأيدنا وخدينا ملاحظاتنا على هذا الاتفاق. رحبتم وأيدتم هذا الاتفاق ولديكم ملاحظات. نعم. حدثنا عن هذه الملاحظات، أبرز الملاحظات من جانبكم. أبرز الملاحظات أنه لابد من وضع أولوية قصوى لإحلال السلام والحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة وإحلال السلام في دارفور وكردفان والنيل الأزرق بشكل عاجل، إنهاء معاناة النازحين واللاجئين وحلحلة قضاياهم وعودتهم لمواقعهم الأصلية. عندهم قضايا العدالة الانتقالية، عندهم حقوقهم في التعويضات،
يجب انه دي توضع كاولويه، رغم انه هنالك اشارات نعم وردت في صحيح الاتفاقية. ملف السلام يعني الا انه الا أنه الحركات المسلحه سيكون اول ملفات الحكومه الانتقاليه صحيح، الا انه ما بالشكل المفترض انه ياخذ قوته، وكان يفترض انه يتصدر المشهد منذ المقدمه وحتى النهايه، ويفترض يكون في اولويه مهام الحكومه الانتقاليه. طيب ومن الملاحظات ايضا هذا ملف سنناقشه معك بالتفصيل. من الملاحظات ايضا الثنائيه، هذه الثنائيه يجب ان تزول في اقرب فرصه ممكنه، ويدعو فيه كافه المكونات السياسيه لتوافق على هذا الاعلان وتبقى جزء منه، بحيث انه كل السودانيين يكونوا موجودين في هذا الاتفاق ومشاركين في تنفيذ هذا الاتفاق. الثنائيه تقصد المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحريه والتغيير. نعم. الطرفان اللذان وقعان على الاتفاق. طيب استاذ، يعني تم توقيع هذا الاتفاق، برايكم هل يمكن ان يخلق على الاقل هدوءا في الشارع السياسي السوداني هذا الاتفاق بعد الشد والجذب الكبير الذي كان تشهده في البلاد؟ طبعا اعتقد انه اي انسان يقرا الوطن والوطن كان متجه لوين، بفتكر انه لا بد من انه يرحب بهذا الاتفاق، لانه واحده من مهام هذا الاتفاق انه يوقف التشرذم الموجود في الشارع السياسي، خاصه بدينا نسمع ونرى انه هنالك يعني نبرات جهويه قبليه عنصريه بدت تظهر، وانا كواحد من قيادات دارفور في المركز يعني بدأت أحس يعني من خلال الحملات الماشة خاصة تجاه نائب رئيس المجلس العسكري، وهنا أنا يعني أقدم صوت شكري لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، لأنه كلف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه يفاوض ويوقع على الوثيقة اللي حتنقل الناس من مربع النزاع لمربع السلام ولمربع الاستقرار، لأنه حقيقة كان في هجمة بديك إحساس أنه كل من يأتي كقيادة من الغرب من غير مسموح له بتولي المواقع القيادية في الدولة السودانية، وللأسف الشديد كانت هتبقى مشكلة وكانت تبقى كارثة كبيرة على السودان وعلى غير مسموح له من أي جهة يا أستاذ. يعني أبناء غرب السودان وأبناء كل السودان كانوا موجودين في الحكومة الماضية، كل الحكومات السودانية كان فيها تمثيل. تقصد كانت هناك نبرة إقصائية ظهرت في الفترة التي تلت التغيير في السودان، فيها تمثيل ولكن التمثيل في غير موقع اتخاذ القرار. يعني الناظر صحيح كانوا في نواب رؤساء في الحكومات السابقة والحكومة السابقة، ولكن المسؤوليات واتخاذ القرار ما كانوا في موقع اتخاذ القرار، يعني ما احترامنا لهم، لكن كانوا بكونوا موجودين تموا متجرتك زي ما بيقولوا في القصة. طيب هناك ظهرت بعض الأصوات يعني لديها تحفظات كبيرة جدا أو قاطعت أو كان يعني صوتها عال، وأضرب مثالا بذلك يعني الحزب الشيوعي السوداني يعني أبدى تحفظات كبيرة جدا لما تم الاتفاق عليه. هناك أيضا الجبهة الثورية وهي اتخذت موقفا قبل التوقيع، كان لها موقف ربما خلافات كبيرة جدا مع قوى إعلان الحرية والتغيير. مثل هذه الأصوات كيف يمكن أن تؤثر في العملية السياسية في البلاد؟ أول حاجة دعنا نفرق بين الحركات المسلحة وبين الأحزاب السياسية. الحركات المسلحة هي حركات مسلحة لها جيشها، لها قواتها، لها التزاماتها، لها أشياء. لمجرد تغيير النظام لا يمكن لها إنها تأتي عشان ما تمارس نشاطها السياسي، يعني لابد من إنه يكون في اتفاقيات عشان تعمل ترتيبات أمنية وتوفق أوضاعه، والاتفاق برضو بيبقى فيه العفو العام، لأنه في كثير من الإشكالات بتبقى حدثت من هنا وهناك، يعني لابد من أن يكون في تسوية، ولابد من أن يكون في مصالحة شاملة، ولابد من أن يكون في اتفاق، ولابد من أن يكون في مخاطبة بتاع قضاياهم، يعني لابد من أن يكون في مخاطبة لقضاياهم وحلول لقضاياهم يعني. طيب يعني أستاذ يعقوب، في يعني أيضا محور الحركات المسلحة من المحاور الكبيرة، هناك حركات مسلحة كانت وقعت مع الحكومة السابقة وجاءت وشاركت في الحكم بموجب الاتفاقيات التي وقعتها، هناك حركات لم توقع أصلا ولديها يعني مواقف واضحة ومحددة من النظام السابق، هناك حركات يعني لم توقع ولم تأتي لتشارك وحتى هذه اللحظة ما يعني لا أحد يدري ما هو موقفها. طيب كيف يمكن التعامل مع مثل كل هذه الحركات؟ نبدأ بداية بالحركات التي وقعت وشاركت، جزء منها خرج من النظام السابق، يعني هناك إشارة لحركات معينة، لابد من تصنيف الحركات أنفسها. ما أنت لو بتقصد مني مناوي
وقع على اتفاقية أبوجا، وأنا واحد من الناس كنت جزء وشارك في النظام السابق وخرج وشارك وخرج لأنه بيفتكر أنه الاتفاق لم ينفذ. صحيح كلنا نتفق معه أنه الاتفاق لم ينفذ، لكن إحنا كنا بنرى أنه يمكن بمزيد من الحوار وبزيد من الصبر وبممارسة العمل السياسي والتحول من العمل المسلح للعمل السياسي يمكن أن تعالج القضايا ونلزم الحكومة بالتنفيذ. عشان كده احنا الناس اللي قاعدوا وتحولوا لاحزاب سياسيه وهم فضلوا انه يعودوا طيب. للحرب للمره الثانيه. لا ناخذ منكم يعني معك هذه الحركات واحده واحده. طيب يعني حركه من يركم من جيش تحرير السودان هو وقع وخرج وقال ان يعني الاتفاق لم يتم تنفيذه بالصوره المطلوبه، صحيح؟ نعم. الان هذه الحركه تحتاج الى توقيع اتفاقيه جديده مع الحكومه الانتقاليه المقبله، مع انها ستطالب فقط بإعادة تنفيذ البنود التي لم تنفذ خلال الفترة السابقة. لا طبعا، للموقع للمكان للزمان ما عاد تلقى الاتفاقيات تكون صالحة، ما لأنه جاءت بعده وثيقة الدوحة لسلام دارفور ولم تعالج المشكلة، رغم أنه وقعوا فيه حركة التحرير والعدالة وجاءت ونفذت الاتفاقية على أرض الواقع، ولغاية ما وصلنا لاستفتاء كآخر بندي موجود في الناي. الآن حركة تحرير السودان بقيادة ميني ميناوي بيطالب بعودة الإقليم لدارفور كواحدة من هيكل بتاع إدارة الحكم يعني. فبالتالي أنا أعتقد أنه مطلوب حوار اتفاقية جديدة، اتفاقية جديدة ومطلوب حوار جديد. ويمكن إذا جينا بعدين قرينا ما ورد في هذه الإعلان السياسي ما بلبي الطموحات ورغبات الحركات المسلحة. إذا مسكت الحركة الشعبية بقيادة الحلو بيطالبوا بحكم ذاتي، حكم ذاتي لمدة 10 سنوات على أقل التقدير، يعقبوا تقرير مصير لمنطقة جبال النوبة والنيل الأزرق. فأنا أعتقد أنه ده محتاج للناس أنه يتحاوروا معهم ومحتاج لأنه يصلوا لاتفاق. صحيح هذه الاتفاقية. عشان كده أنا أفتكر أنه هم رغم أنهم جزء منهم كانوا جزء من قوى الحرية والتغيير إلا أنه بيفتكروا أنه قوى الحرية والتغيير ما قبل ما يشمل قضاياهم ويكون في حوار ويكون في نقاش جدي حتى يجي يتم توقيع على الاتفاقية وقعوا. وده بيقودنا للسلام الشامل اللي تم في 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 الحكومة السابقة بواسطة الحركة الشعبية دكتور جون الراحل والأحزاب الثانية، اتفاقية القاهرة، اتفاقية أسمرة، اتفاقية كده، دي المكان كلهم كتجمع واحد لمن جو. أنا أعتقد إنه الاتفاقية بتاعت CVA قبل ما يتم توقيعه في التزام إنه يتم توقيع اتفاقيات مع الأطراف الثانية. يعني كان برضو يدوا الفرصة لمساعي المجلس العسكري في إنه يصل لاتفاقيات مع هذه الحركات، من ثم تجي اتفاقياتهم ذات الثنائية كلها تضمن في هذا الاتفاق عشان يبقى اتفاق واحد شامل. حاجة تانية لما نجي نتكلم برضو عن تكوين مجلس الوزراء، تكوين مجلس الوزراء، المجلس الوزراء ما هو وارد انه يتكون من شخصيات وكفاءات مستقلة. نعم. هذه الحركات قاتلت وحاربت ودائرة تصل لاتفاقية عشان تضمن تنفيذ هذه الاتفاقية لابد من انها هي تكون موجودة في الحكومة وتكون موجودة بوزارات وموجودة بوزراء. بالإعلان التم دي معناه هم حيكونوا لو جوزات حيكونوا خارج التشكيل الحكومي. طيب يعني برأيكم في هذه النقطة أستاذ يعقوب، ما هو الحل؟ أن تجلس الحكومة الانتقالية القادمة لفتح ملفات السلام والتفاوض مع الحركات المسلحة مع الأخذ بخصوصية كل حركة، أم يعني ماذا تقترحون من حلول لهذه الإشكالية طالما أن الاتفاق تم توقيعه وأصبح يعني على أرض الواقع الآن لا يمكن التراجع عنه؟ يمكن أن يكون هنالك منبر واحد جامع لكل التفاوض مع هذه الحركات مع خصوصية كل حركة. يعني مع خصوصية كل حركة، لأنه في نهاية المطاف مثلا الحركات المطلبية اللي لها علاقة بدارفور ما رفعت ولا دائرة تقرير مصير بالنسبة لدارفور، لكن عندها قضايا بتفتكر انه قضايا تنموية حقيقية، قضايا بتاعت مشاركة في السلطة، مشاركة فعلية حقيقية وفق التعداد السكاني، وفق الأشياء دي كلها. أنا أفتكر انه دي يعني ممكن تناقش، ولها قضايا قومية كلهم إذا كانوا الحركة الشعبية أو
مني أو عبد الواحد أو جبريل عندهم قضاياهم المحلية والقضايا القومية، فيمكن أن يجمعوا كلهم في 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 منبر واحد وفي مكان واحد للتفاوض مع الحكومة المقبلة مع مراعاة خصوصيات هذه الحركات وإشكالياتها. طيب الخطوات التي قادها المجلس العسكري الانتقالي في الفترة السابقة بلقاء الحركات يعني في مني في وعدد من الحركات المسلحة في تشاد وفي إريتريا وغيرها، في أي يعني في أي إطار يمكن أن توضع هذه المجهودات؟ والله أنا أعتقد إنه المجهودات دي مجهودات صادقة، لأنه في نهاية المطاف المجلس العسكري هو اللي بيتحمل تبعيات الحرب، وبالتالي أول من يفرح بالسلام وأول من يكون داير السلام هم العساكر، يعني لأنه في نهاية المطاف المسألة بتبقى شخصية بالنسبة لهم. فأنا أفتكر أنه الاتصالات دي كانت اتصالات جادة واتصالات فعلية، وتم الاتفاق الأولي أنه والله السلام ده عنده فاتورة ويجب أنه أن تدفع هذه الفاتورة. أول هذه الفواتير أنه قيادات هذه الحركات عشان تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لابد من أن يكونوا جزء من الحكومة، وإلا أنت ما ممكن تتفق مع زولة تقول تعال نفذ لي وإنت تراغب تنفيذك ده كيف، ولا تتأكد من أنه الاتفاقية بتاعتك دي اتنفذت على أرض الواقع. طيب مستجع قبل كان المجلس العسكري التقى بمني والتقى بعدد من قادة الحركات المسلحة، تم الاتفاق معهم والتفاهم معهم، ثم جاء وجلس ووقع مع قوى إعلان الحرية والتغيير وهو يعلم أن موضوع الحركات المسلحة لم يتم حسمه، كيف يمكن قراءة هذا الشيء؟ الحرية والتغيير تبنت الحركات المسلحة، والحركات المسلحة جزء منها موقع بإعلان الحرية والتغيير، وهي جزء من إعلان الحرية والتغيير وجزء من نداء السودان، وبالتالي يعني هي لمن طالبت وجات وطالبت المجلس العسكري بالتفاوض وبالنسب اللي حنجي نتكلموا فيها النسب دي ما داخل فيها هذه الحركات المسلحة. طيب. وكان يفترض إن هي تتفق معهم على أقل تقدير في مرحلة ما بعد سقوط النظام، لكن ده بيشير لأنه لا الحرية والتغيير لا كل الناس ما كانوا مهيئين نفسهم عشان ما يعملوا شنو ولا البرنامج شنو ما بعد سقوط النظام. طيب أستاذ يعقوب اسمح لي سأخرج إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنواصل معك بقية هذه القراءة التحليلية فيما يتعلق بهذه الوثيقة التي تم التوقيع عليها، تفضلوا بالبقية معنا مشاهدي الأعزاء. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء، نتواصل معكم في هذه المساحه تغطيه خاصه، واجد الترحاب كثيرا بضيف اليوم داخل الاستوديو الاستاذ يعقوب محمد الملكة رئيس حزب دستور القيادي البرلماني السابق. استاذ يعقوب قبل الفاصل كنا نتحدث عن ملفات السلام ويجب ان تعطى الاولويه في المرحله الانتقاليه، وكانت لديكم ملاحظات حول التواصل مع الحركات المسلحة وضرورة أن يعني يتم الحوار معها في أقرب فرصة ممكنة. طيب دعنا نستمع إلى هذا التقرير الذي يعني يسلط الضوء على الوثيقة التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير، ثم نعود لنقرأ معك تفصيلا الملفات والنقاط الموجودة داخل هذه الوثيقة، تفضلوا مشاهدي الأعزاء. وجد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ردود أفعال واسعة من جميع أطياف المجتمع السوداني والمحيط الإقليمي والدولي، حيث جاء الاتفاق بعد تفاوض عسير استمر لنحو 8 ساعات بين الوفدين من أجل تجاوز النقاط الخلافية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وجاءت الوثيقة تحمل أهم المؤشرات والمبادئ الوطنية نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الوطن بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.
تشكيل مجلس سيادي بالمناصفة من 11 عضوا، 5 منهم عسكريين و5 مدنيين، بجانب شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. يترأس مجلس السيادة في 21 شهرنا الأولى المجلس العسكري، وفي 18 شهرنا المتبقي أحد المدنيين. مجلس وزراء يتكون من 20 وزيرا من الشخصيات الوطنية ذات كفاءة مستقلة. تحقيق السلام الشامل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد. وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية. تعزيز دور المرأة والشباب خلال المرحلة الانتقالية. معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل عاجل وحاسم. ومن المؤمل أن يتعامل الطرفان خلال الفترة الانتقالية بمبدأ الشراكة وحسن النوايا مع الكف عن كافة أشكال الخطاب العدائي، هذا مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، كما أمن الاتفاق السياسي على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي تطرأ بالحوار واحترام الآخر، بجانب العمل على بناء سياسة خارجية متوازنة تراعي المصلحة العليا للبلاد. شكرا جزيلا للزميل مصطفى بكري. يعود لكم مجددا الأستاذ يعقوب يوسف محمد، الأستاذ يعقوب محمد الملك رئيس حزب الدستور والقيادي البرلماني السابق. هذه كانت يعني جزء من النقاط التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. يعني دعنا ناخذ النقطة الأكثر أهمية في رأيكم، وهي قضية السلام في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق وهذه المناطق، مناطق الصراعات والمناطق الساخنة في السودان. جاء يعني ترتيبها ربما في المرتبة الرابعة تقريبا أو الخامسة فيما يلي الوثيقة. كنا نتحدث عن الحركات المسلحة وضرورة يعني الاهتمام بهذه القضية بصورة أكثر إيجابية. لديكم رأي، يعني حدثنا بالتفصيل مواصلة لما بدأناه قبل الفاصل عن هذه الحلول وهذه المقترحات والحوار مع الحركات المسلحة، وأنها كان يجب أن يتم الحوار معها قبل التوقيع. برأيكم قبل هذا التوقيع كان يجب أن تحاور الحركات المسلحة؟ على الأقل أنا زي ما قلت لك إعلان قوة إعلان الحرية والتغيير هي لها دور كبير في تحريك الشارع السوداني والتغيير الحدث في السودان وذهاب النظام السابق. لم يكن لديها يعني الخطة وماذا يفعلون في اليوم الثاني بعد ذهاب النظام، فقط ما تم الاتفاق عليه بمكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إنهم يزيلوا هذا النظام. طيب يا أستاذ، بعد أن تمت إزالة النظام، سأتي إليك، بعد أن تمت إزالة النظام أخذنا شهورا طويلة كان تكون كافية لترتيب البيت الداخلي لدى قوى إعلان الحرية والتغيير؟ يبدو أنه برضو ما وضع الأولوية، يبدو أنه حتى إشكالات السلام وحقوق النازحين وقضاياهم واللاجئين وإلى الآخر وغيره وغيره، هذه القضايا وقضايا مناطق الهامش لم تأخذ الأولوية ولم تعرف الأولوية الطريقة للقوى الممثلة لقوى الحرية والتغيير، وبالتالي يعني جات في ذيل القضايا. وبعد ما هم مشوا نحو التوقيع فطنوا، لأنه يفترض إن هم كانوا يصلوا لاتفاق ولحلول داخلية لقضايا هذه الحركات ويحملوها معهم ويناقشوا به المجلس العسكري عشان ما يكون الحوار ده كامل. فطنوا أم أن خروج الجبهة الثورية حرك الملف؟ Exactly. يعني هي بعد إعلان الجبهة الثورية وبعد التحركات اللي قام به نائب رئيس المجلس العسكري الفريق حميتي واتصاله بهذه الحركات والاستعداد للتوقيع معهم للسلام ودفع فاتورة السلام، هي حركت الحركات حركت قوى إعلان الحرية والتغيير إن هي تتحرك نحو هذه الحركات، لكن قام في الشريط لأنه التحرك كان متأخر خالص. يعني طيب يا أستاذ، لماذا كان التحرك متأخرا؟ يعني كانت هناك يعني مفاوضات، محادثات، اجتماعات، سميها ما شئت، تدور في أديس بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير وبين الجبهة الثورية، صحيح؟ طيب لماذا تم التوقيع وهذه الاجتماعات أو النقاشات لم تكتمل؟ أصلا التوقيع كان مفترض يكون قبل ذهابهم لأديس، أخذوا فرصة التأجيل لمدة يوم أو يومين عشان ما يمشي يلتقوا بالحركات المسلحة في أديس. لم يكن يعني بالإمكان أخذ فرصة إضافية؟ كان يمكن بالإمكان، لكن أصلا الاتفاقية والوثيقة تم الاتفاق عليه وتم التفاوض عليه بواسطة وسطاء وبتاع الاتحاد الأفريقي، قضي الأمر يعني قضي الأمر. بالتالي النقاش مع الحركات بيبقى ما مجدي، لأنه أنت
قضايا ما حتجي تنزله. عشان كده جات إشارة لها وجات في 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 مؤخرة وما في أولوية الاتفاق. طيب خطورة ما أسلفت الحديث عنه يا أستاذ على الاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة؟ طبعا ما حيكون في استقرار سياسي إذا الحركات دي ما وقعت, هي بعد شوية حتدور حرب يعني. هي بعد شوية حتدور حرب. وهي عشان كده أنا بفتكر إنه زي ما قلت, أنا قلت لك إنه المجلس العسكري كان حريص أكثر من قوى الحرية والتغيير على تحقيق السلام مع الحركات, لأنه في النهاية لو قام حرب ودور حرب والبندقية دورت, ما بتصدوا لهم منه؟ هم العساكر ديل هم بتصدوا للحروب. عشان كده هم بدوا الأولوية للسلام. وأنا أفتكر إنه فلننظر ولنرى يعني الستة شهور دي, الستة شهور الأولى من عمر الفترة الانتقالية مخصصة لقضايا السلام, تكون في خطوات جادة, تكون في خطوات جادة وتكون في مخاطبة فعلية لقضايا المطروحة لدى هذه الحركات. هذه اللقاءات التي بدأت قبل التوقيع على هذه الوثيقة من المجلس العسكري أو من غيره من قوى الحرية والتغيير, يعني وإن كان لديك تحفظ على أن التحرك هذا جاء متأخرا, ألا يمكن أن يكون فعلا إشارة إلى جدية من الطرفين المكونين للمجلس السيادي لاحقا في معالجة قضايا السلام وملفات الحركات المسلحة, أنهما يعني بدأوا الحديث معهم كل بطريقته, لكن هذه نقطة ربما تعتبر تمهيدية لأن يبدأ الحديث معهم وهم مجلس سيادي موحد في الفترة المقبلة؟ والله نتمنى ذلك يعني, نتمنى ذلك, لكن هل المجلس السيادي ذاته؟ ما لسه إحنا ما عارفين تكوينه كيف. صحيح بيسموه خمسة من العسكريين, ما بالضرورة يكون نفس الشخصيات أعضاء المجلس العسكري الحالي. وإن كانت هناك إشارات إلى أن الفريق البرهان ربما يكون رئيسا للمجلس السيادي الفترة الأولى, إشارات ليست مؤكدة إشارات يعني. لكن هم قد يكون لهم رأي آخر, قد يكون زي ما بقولوا هم زاهدين وغيره. أنا أعتقد أنه برضو ننتظر لنرى تشكيل المجلس السيادي من ثم يتم الحكم, لكن يجب على أي حكومة قادمة أن تضع في أولويته في سلم الأولوية تحقيق السلام, لأنه أنت بتتكلم عن معاش الناس, تتكلم عن عن غيره, كلها ما بتتحقق إذا أصلا البندقية دي ما سكتت وما انتهت. الهزم النظام السابق البندقية اللي جرى تداوله والصراع المسلح كان بقى في دارفور, في كردفان, في النيل الأزرق, في غيره في غيره في غيره. هي الهدد من القوة بتاعت الحكومة السابقة, بالتالي أي حكومة إذا هي ما أوقفت البندقية ولازم توقف الحرب يعني. دي من الأولويات. ثم تانيا أنت بتتكلم عن الدخل القومي السوداني عشان تعالج قضايا الاقتصادية, النازحين في دارفور أكثر من 2 مليون, وفي جنوب كردفان كذلك نازحين, وديل كلهم ناس بيمارسوا المهنة بتاعت الزراعة والرعي, والدخل القومي السوداني, الاقتصاد القومي السوداني يعتمد اعتماد كله على الزراعة والرعي يعني. إذا أنت بتعطل مليونين من الناس عن عملهم الزراعة, المفترض أن يكونوا منتجين يعني, حيبقى شنو؟ بالتالي أنت مطلوب منك أنك تعمل سلام كامل, تطبع الأوضاع, تنهي معسكرات النازحين واللاجئين, تديم حقوقهم, تعويضاتهم, تعمل العدالة الانتقالية, تحاسب الناس اللي أجربوا في حقهم, الأوضاع تستقر عشان ما يبقوا دافعين للاقتصاد بدل ما يقولوا متلقيين. طيب تعتقدون أن 6 أشهر كافية لمعالجة كل هذه الإشكالات العميقة والمتجذرة؟ يعني هذه الإشكالات لها سنوات, هل يمكن معالجتها في 6 أشهر؟ إذا صدقت النوايا يمكن معالجته في 6 أشهر, وستة أشهر ليست سهلة. كل الحكومات دي تقاس أداءها في العالم بمية يوم, ومية يوم أظن 3 شهور. وبالتالي أنا أعتقد أنه 6 شهور هي كافية لأنه الناس تنجز. لكن هل إحنا حنمشي للتشكيل وإكمال التشكيل وفق, أنا زي ما ذكرت لك أنه في بعض القنابل الموقوتة الموضوعة في متون هذا الاتفاق. يعني إذا مشى بالسلاسة بيبقى كويس يعني. على سبيل المثال المجلس السيادي يعني الحادي عشر يتم التوافق عليه. ليه يتم التوافق عليه؟ ما كان يدو واحد من الجهتين, واحد من الطرفين. طيب لماذا يتم التوافق عليه؟ سأستمع إلى إجابتك. وكيف سيتم التوافق؟ نعم. طيب نستمع إلى هذا الاستطلاع للرأي وجري مع نخب وصحفيين
مهتمين بالشأن حول هذه الوثيقة التي تم توقيعها. نتابعه معك ثم نعود لنكمل معك هذه القراءة التحليلية. تفضل مشاهدي الأعزاء. هذا الاتفاق أزعدنا كثيرا كشعب وكمواطنين، ونحن نرجو منه الكثير، وكنا نتوقع يعني حدوثه من زمن، والآن نحن يعني سعدنا أكثر ونرجو تكملة الجانب الدستوري في جلسة يوم الجمعة بالتوافق التام وبقبول كل الأطراف لكي نضمن للسودان حياة كريمة وحياة ديمقراطية. أتمنى أنه التوقيع ده يكون بداية لجدية في مسألة التفاوض بوضوح وشفافية فيما تبقى من البنود، يعني نغلب مصلحة الوطن، ويعني الأرض بشيلنا كلنا إذا إحنا يعني صفينا النية وخلينا الأمور يعني تمشي على أجندة وطنية، أجندة بتاعت شعب عانى 30 سنة وما زال، وشعب يعني مسلم في النهاية وناس مدينين كلنا، وإن شاء الله يعني ربنا حينصر الحق. إحنا بنخاف على السودان كله، والحمد لله الاجتماع اللي شفت الليلة ده في التلفزيون أنا انبسطت جدا، وأنا أول الناس بلحق البلد بعمل كرامة، أول زول أكرم هذا الوفاق. بنتمنى إنه جد يعني الطرفين يزعوا لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق المطالب الحقيقية للشعب السوداني. طيب شكرا لكل المستطلعين. استاذ يعقوب، كانت هذه يعني عينة من الشعب السوداني، ربما الشارع بدأ يعني مرحبا لكنه حذر قليلا من دقة التعبير، كيف يعني وجدتم ردود الفعل في الشارع؟ والله أنا كواحد من الشعب السوداني يعني حقيقة فرحت للاتفاق، لأنه الاتفاق شكله ماشي يجنب البلاد ويلات الانزلاق في أتون الحرب الأهلية، وعلى الأقل يعني الاقتصاد قرب يقيف وينشل البلد تماما والناس ترجع لممارسة الحياة. لكن برضو من تابني الغلق والشعور، لأنه في بعض البنود كان يجب أنها تحسم. طيب هذه البنود وصفتها بالقنابل الموقوتة. نعم. وبدأت لنا الحديث بأن أول قنبلة موقوتة هي قضية العضو 11 في المجلس السيادي. نعم. كيف يختار وكيف يتم التوافق عليه؟ لأنه في النهاية واضح إنه العضو 11 هو العضو اللي حيكون صوته مرجح داخل مجلس السيادة، على سن مجلس السيادة حيتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، يعني نص زائد واحد، خمسة خمسة زائد واحد. فكل طرف منهم بيكون داير الزول البجي ده يبقى مايل ليه يعني، فدي برضه واحدة من الإشكالات. اثنين، مجلس الوزراء 20 وزيرا، قوى الحرية والتغيير تسمي رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يختار الوزراء 18 ويرفعهم للمجلس السيادي عشان ما يعتمدهم المجلس السيادي، بينما وزيري الدفاع والداخلية يختارهم أعضاء العسكريين داخل المجلس ويعينهم رئيس الوزراء. يعينهم رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ما عنده حق تعيين ال 18 وزير ويجي يعين وزير الداخلية وزير الدفاع. ليش له؟ يعني هل نفهم من ده انه دارين يعملوا توازن بالانس داخل المجموعه العسكريه مجلس الوزراء ما رئيس مجلس الوزراء؟ انا افتكر انه دائما وابدا البالانس بيبقى ما بين مجلس الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، بيمنح الجهاز التنفيذي حق طرح صوت الصيغه في الجهاز التنفيذي، ويمنح الجهاز التنفيذي حق حل الجهاز التشريعي والدعوة لانتخابات مبكرة، ده في ظل الأنظمة الديمقراطية. دائما وأبدا النظام السلطة السيادية هي تبقى زي سلطة عليا عندها القدسية بتاعتها، وهي ذاتها دائما وظيفتها الرئيسية كلها تتعلق بأعمال السيادة، وفي الغالب أعمال هذه السيادة بتبقى أعمال محصنة حصانة موضوعية من 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 انه لا يمس في المحاكم لا غيره لا غيره لا غيره. فانا كانت قصه الحصانه نفسها كانت مثار جدل في قبل توقيع الوثيقه، وحتى اليوم هناك يعني جدل يدور حول الحصانه لاعضاء مجلس السياده وغيره، كثير من الناس لديهم تحفظات، يعني يبدو ان الامور حتى الان يعني ليست واضحه بالصوره المرضيه. استاذ يعقوب،
والله انا افتكر انه ما في يعني هذه الوثيقه غير مقنعه تماما للمتابع يعني المستنير او المتابع الدقيق او المتخصص. في جزء من الحوار القاعد يتم هو حوار سياسي للشارع العام. يعني انا افتكر انه اي زول سياسي حصيف ويفهم ويعرف انه الحصانه للسياده هي حصانه يعني موضوعيه, واي زول بيمارس العمل السيادي ومعروف انه اعضاء المجلس السيادي هم كلهم حيقوموا بادوار رئيس المجلس السيادي, ورئيس المجلس السيادي بيقوم باعباء رئيس الجمهوريه يعني. وبالتالي انا افتكر انه كل الاعمال اللي حيقوموا بها رئيس المجلس السيادي واعضاء المجلس السيادي هي اعمال سياديه, والاعمال السياديه في كل الدنيا دي وكل الدساتير بتاع العالم دي اعمالهم محصنه يعني. طيب مجلس الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء من 20 وزيرا, طبعا يعني قضية رئيس الوزراء هذه مفروغ منها أن يقوم باقتراح بقية الوزراء ورفعهم إلى المجلس السيادي للنقاش. المجلس السيادي لا علاقة له سوى أن يوافق فقط يعني على الأسماء, وليس من حقه أن يعين فلان أو يقيل فلان. لا يعتمد يعتمد فقط. الاعتماد ده شنو؟ الاعتماد ما هو تعيين يعني, والموافقة انت بتعتمد حاجة سايد ما تعتمد لن توافق عليه. ثم ثانيا هنالك يجوز لرئيس الوزراء انه يختار شخصيتين حزبيين عشان ما يتولوا وزارات. طيب هذه يعني بالمقابل مع اختيار الجانب العسكري في المجلس السيادي لحقيبتي الداخلية والدفاع, أم كيف يمكن قراءتها؟ موازنة؟ ما أنا ما أعرف البند ده اتخذت ليه؟ يعني في يا تحزب من الأحزاب الدارين يرضوه بأنه يدخلوه, أنت قلت الوزراء ديل يكونوا ناس شخصيات وطنية مستقلة وكفاءات, والمفترض أن ينسحب هذا على كل الوزراء. يس, إن كان أصلا يعني قصة أنك هتجيب لي 20 كفاءات ومستغلين ما عندهم اي انتماء سياسي, انا يعني اشك في ذلك. طيب اشك في ذلك. اسمح لي قبل هذه النقطه, يعني حتى الداخليه والدفاع نعم يجب ان يكونوا مستقلين فقط منتمين الى السلك العسكري, ليس لديهم اي ولا حزبي, ام يعني هذه النقطه ايضا تحتاج الى توضيح بصفتكم يعني كنت يعني في العمل العسكري سنوات طويله جدا, كيف قرأت هذه النقطة تحتاج إلى توضيح. يعني أيضا وزير الداخلية والدفاع نعم من هو من صلاحيات الجانب العسكري في المجلس السيادي أن يعين وزير الداخلية ووزير الدفاع, لكن هل هذا يعني أن يتم تعيين وزير لا انتماء حزبي له في العمل العسكري؟ أنا أعلم أن العمل العسكري يمنع الحزبية, صحيح؟ هو شوف أنا أقول لك حاجة, في الأصل أصلا الوزير ما بالضرورة يكون هو مهني مختص في ذات الوزارة. هو زول بجي قائد سياسي بيقود الوزارة دي من ناحية سياسية ومن ناحية إدارية, وعشان ما يلملم جهود الناس دائما وأبدا بكون في مدير عام في غيره في غيره, ديل هم الناس المختصين ما هو إحنا العالم حولنا يعني ما كل العالم ده بيبقى فيه وزير الدفاع عسكري ولا وزير الداخلية زوج جاي من الشرطة. فأنا بفتكر إنه يعني لكن في ظروف حتى في النظام السابق يعني كانوا وزارات داخلية ليسوا من الشرطة. احنا في دول العالم الثالث ومهما يكون دول العالم الثالث ما زال الكلمة بتبقى للجانب العسكري, لأنه هسي الإعلان السياسي ده إذا أنت قريت في متنه في نهاية المطاف في اعتراف حصل من قوى الحرية والتغيير إنه هذه السلطات تستمد من المجلس العسكري الانتقالي, والمجلس العسكري الانتقالي هو اللي عنده السلطة وهو اللي حيصدر الفورمان والمرسوم اللي بيحول العملية السياسية دي كلها لمجلس عسكري لغيره لغيره لغيره. فإحنا بنفتكر إنه لأنه في دول العالم الثالث الحروب موجودة, وإحنا لا ما استثناء من دول العالم الثالث, بالتالي محتاجين على الأقل للزول بإمكاناتنا الضعيفة بغيره بغيره, محتاجين لزول برضو في الوزارة دي يكون عنده الخبرة وعنده الدربة اللي بقدر يستغل أدنى الإمكانات في إنجاز المهام المطلوبة لهذه الوزارات. بالتالي يعني لا بأس من إنه في الفترة الانتقالية يكونوا الوزراء سواء كان في الدفاع والداخلية يبقوا عسكريين من الشرطة ومن الجيش, لكن في الظروف العادية أنا أفتكر إنه الدولة يقوده كل الناس, وما بالضرورة يبقى الوزير الفلاني من الجهة الفلانية يعني. طيب قضية وزراء مستقلين
مقصود بها الانتماء حزبي للوزراء المستقلين؟ ما اصلا انا هذا المقصود به لما اقرا كلمه مستقلين الظاهريا هي لا انتماء حزبي، لكن انا زي ما قلت لك اشك يعني الليله عشان انت تجيب لك 20 كفاءه و و و و وناس مشهود ليهم وما يكونوا عندهم علاقه بالاحزاب السياسيه، انا افتكر انه ده يعني بيبقى تعتقد انها عمليه صعبه؟ يعني صعبة فعليا، يعني كل زول انت حتجيبه في النهاية حتلقاه يعني عنده انتماء، سواء كان الانتماء ده يعني غير مفعل او غيره او غيره، لكن يعني ان لم يكن منتميا سيكون لديه ربما بعض الميول الى اي من الخطوط السياسية. هو انتماء لانه اصلا انت يعني الزول اللي حتجيبه زول بيتناول الشأن العام وبيتكلم عن الشأن العام وكده، وبالتالي يتعاطى السياسة، والا ما حيجيك ما ما ما, ما حيكون مفيد. يعني ما الان من سقوط النظام السابق الوزارات دي تدار بوكلاء الوزارات، وكلاء الوزارات دي هم يعني يفترض فيهم انهم ناس كفؤين وناس عندهم خبرات طويله وعندهم خبرات وعندهم حاجات، لكن غير سياسيين. عشان كده حس انت يعني ما حتسمع لك عن وزاره ولا عن وزير ولا وكيل وزاره شغال اي عمل يعني مفعل، لكن هسي بكره لما يعين الوزراء حتسمع في الاخبار وفي الصحف وفي الجرايد اداء بتاع الوزارات دي. يعني يعني لا يعني لا يعني شكله لا مناصه من 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 يعني ترضيات حزبيه او محاصصات حزبيه في الحكومه، وان كان المعلن هو كفاءات وطنيه غير منتميه. هي حتى الحريه والتغيير مكوناتها قرابه ال 80، لو الليله ادوها قالوا لا جيب 20 وزير من مكوناتك الموجوده تبقى مشكله. الآن ليه الحزب الشيوعي بيفرنب وما داير الاتفاق؟ ما لأنه برضه بيشوف المفاوضات دي ما كلها مش المفاوضات في الحاجة المكتوبة دي، ما في مفاوضات تانية جارية برضه، إنه منول حيبقى موجود في مجلس السيادة، منول حيجي رئيس وزراء، منول حيجي كده، منول حيجي كده، وأي حزب موجود داخل الحرية والتغيير بيكون داير يكبر قومه. يعني ليه الحركات المسلحة أعلنت انسلاخها ورفضها للهناء؟ لأنه شعرت إنها هي وطلبت بالنسبة يعني شعرت إنها هي ما موجودة، يعني لأنه أنت بتتكلم عن كفاءات ومستغلين. يعني كفاءات ومستغلين، ما الحركات المسلحة دي يعني ناس عندهم قضايا وطلبوا وحاربوا من أجل قضاياهم يعني. وبالتالي لا بد من انه يكونوا موجودين، ممكن يكون عندهم الكفاءات لكن في النهايه كفاءات تابعه للحركات شرط الاستغلاليه ما بتكون متوفره فيهم، ما حيشاركوا بالتالي ما حيجوا. طيب اصلاح امور الدوله عموما كان ايضا من النقاط التي تم التوقيع عليها في الوثيقه، وايضا لا يحق لكل من شغل منصبا في المجلس السيادي او مجلس الوزراء او كان في الولايات والي الولايات أن يترشح خلال الفترة المقبلة، يعني بعد نهاية الفترة الانتقالية. هذه النقطة يمكن أن تخلق ربما يعني موازنات أيضا، بأن من يشارك الآن في الفترة الانتقالية لا مكان له في الحكومة المنتخبة. هي ده طبعا دائما يعني نص جيد وممتاز بيوضع عشان على الأقل الشخص البجي ده ما يكون عنده ضغوط، يعني ما يجي عشان داير يشتغل لصالح مجموعة معينة أو صالح تنظيم معين أو صالح جهة معينة عشان يضمن أنه يجي المرة الجاية في يتم انتخابه مجددا وبالتالي أنا أفتكر أنه النص ده نص كويس خالص ونص مطلوب في أنه على الأقل الناس اللي بيشاركوا في الفترة الانتقالية يكون ما عليهم أي ضغوط ولا عليهم أي التزامات ويؤدوا أدائهم يعني بصدق وبأمانة وبعدالة يعني. طيب ألا ترون يا أستاذ يعقوب أن هناك يعني صراعا كبيرا جدا على مرحلة انتقالية وليست حكومة منتخبة؟ هذا كل هذا الصراع وكل هذه يعني الدنيا تقوم ولا تقعد في فترة انتقالية، لماذا كل هذا التسابق؟ ما هو هذا التسابق يعني أنا حتى بهذا النص أنا من يشارك في الفترة الانتقالية لما كان له في ما أنا زي ما قلت لك يعني قوى الحرية والتغيير الداعم الرئيسي للثورة ما عندها برنامج ما بعد تغيير النظام، وبالتالي بيجي التخبط وبيجي الكلام دي من خلال عدم وجود برنامج، ما كان في زول الظاهر الناس ما متوقع إنه هذا النظام حيسقط في 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 أبريل على أقل تقدير. الاتفاق تم لأنه مكونات الحرية والتغيير من أقصى اليمين لأقصى اليسار للوسط، ما في حاجة بجمعهم غير إسقاط النظام. ما عندهم برنامج تم الاتفاق عليه. ناس اليسار عندهم برنامجهم، ناس الوسط عندهم برنامجهم، ناس اليمين عندهم برنامجهم. في برامج ما بتلتقي أصلا فيما بينها، فقط التقت
في هدف تغيير النظام. ثم ماذا اليوم الثاني بعد تغيير النظام؟ كان يفترض انه يكون في برنامج جاهز، يكون في برنامج معد، يكون في كده. وده نفس الكيفيه اعتقد انه حتى المجلس العسكري في بدايه الامر يعني تشعر وكانه في تخبط في كثير من 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 القرارات والمواقف وغيره وغيره، لانه برضه ما كانوا متوقعين ان هم لقوا نفسهم مخطوطين في هذا الوضع بحكم اقدميتهم، بحكم وجودهم في الجهاز العسكري، في الجهاز العسكري، وبالتالي تصدوا للمهمه، تصدوا للمهمه. وعشان كده ده التارجح اللي انت بتشوفه من هنا وهناك، وعدم الاستقرار في الرؤيه، وعدم تسليك وتسبيك العمل. طيب ايضا هناك اشارات الى معالجه المشكلات الاقتصاديه، وضع خطه اقتصاديه وماليه عاجلة لمعالجة إشكالات البلاد. هذه يعني نقطة لابد من الوقوف عندها. ما قاد إلى كل هذا التغيير هي المشكلة الاقتصادية، لكن حتى الآن يعني حتى عندما جاء يعني التسلسل الأهمية في الوثيقة جاءت المشكلات الاقتصادية متأخرة قليلا. والله هي مشكلة الاقتصادية ومعاش الناس قطع الشك من الأولوية بالمكان. وأنا زي ما قلت لك يعني هي قضايا السلام والحرب بتأخذ وتعطى الأولوية، لأنها هي ذاتها بتأثر تأثير مباشر في الاقتصاد وفي الصرف على الاقتصاد. وهو شايفين يعني كمية الجيوش الموجود والعساكر الموجود والعتاد والصرف وإلى الآخر وغيره وغيره، ده كله لمن ينتهي الحرب على الأقل استعداد 100% ده بيكون ما موجود وبوفر مال للدولة. أنا أفتكر إنه قضية الاقتصاد يعني قضية شائكة وقضية كبيرة ومحتاج لمؤتمر، شايف في مقترح لمؤتمر دستوري، لكن قبل المؤتمر الدستوري الناس محتاجين لمؤتمر اقتصادي عشان ما يعالج القضية الاقتصادية. والقضية الاقتصادية هي أول حاجة ضرورة إنه الاقتصاد ويتكلموا هم عن التمكين التام وكده. يعني أول حاجة في حياة كثيرة بالضرورة حل. إشاروا إلى إصلاح كيسة الدولة، محاسبة رموز النظام السابق، محاربة الفساد، كل هذه يعني ربما أنها مرتبطة من هنا ومن هناك بقضية المشكلات الاقتصادية أو الملف الاقتصادي، صحيح؟ الملف الاقتصادي ده يعني فيه إشكالية كبيرة خالص متشعب يعني ومتشعب. وفي جزء منها يعني بالقانون، تم بالقانون وصيغ له قوانين وإلى الآخر، وبقت عندها مجالس إدارات وإلى الآخر وغيره وغيره، ودي كلها محتاجة لإعادة النظر في هذه القوانين يعني عشان بعد ذلك أنت تعيد الحياة والمسؤولية لهذه الوزارات والمؤسسات اللي أصبحت مستقلة إداريا وماليا. دي لابد من أنه ترجع إداريا لوزاراتها وماليا تتبع لوزارة المالية، ولابد من أنه المال ده يكون ولايته لوزارة المالية المال العام. وهي في نهاية المطاف أنا أفتكر أنه محتاجين إحنا لمؤتمر اقتصادي فعلي عشان ما يؤدي لداي. وبرضو أنا أفتكر أنه الكلام الورد بالنسبة لل التعاون والسند الخارجي والدولي، إذا الناس أحسنوا الاتصال وقدموا خطاب قوي وكلام مفيد وقدروا يعني لغوا الديون، وده أكبر. طيب. مشكلة. سنأتي لهذه النقطة تفصيلا، لكن بعد أن نستمع لهذا التقرير أستاذ يعقوب، تفضل مشاهدي الأعزاء. تفاؤل حذر يسود الأجواء السياسية في السودان بعد توقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في ظل الاختلاف البائن حول نقاط جوهرية داخل مسودة الاتفاق الدستوري الذي يراه البعض حجر الزاوية حول طريقة حكم السودان احتاقا لمتطلبات وشعارات الثورة السودانية من حرية وسلام وعدالة. في خطوة أعظم وأكبر منتظرة وإعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري اللي هي مرتبطة بتفاصيل هذا الاتفاق اللي هي مسمية في الوثيقة الدستورية واللي هي فيها عقبات كبيرة تم يمكن النقاش الدار حولها داخل مكونات وإعلان الحرية والتغيير، إنه فيها عدد من النقاط حولها خلاف جوهري. خلينا نقول إنه الخلاف حول الحصانة الممنوحة لمجلس السيادة ده تحدي كبير موجود، أن إحنا كقوية الحرية والتغيير على الإطلاق ما بنقبل حصانة لأنها بتتنافى حتى مع مبدأ العدالة، ومبدأ العدالة ده واحد من المبادئ الأساسية اللي قامت من أجلها الثورة. نقطة ثانية اللي هي تم منح في الوثيقة اللي كان قدمت، وهي دي نقطة بتاعت اختلاف جوهرية، تم منح مجلس السيادة صلاحيات تنفيذية، تعيين ولاة، تعيين رئيس القضاء، تعيين النيابة إلى آخره من الصلاحيات التنفيذية. وفي المقابل
ينظر البعض إلى خطوة التوقيع على الاتفاق السياسي بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وستمهد الأجواء لاتفاق نهائي يخدم متطلبات الثورة السودانية ويقلل من مساحة التباعد بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالاتفاق الدستوري. بالتأكيد التحديات تظل هي الخلافات في بعض القضايا التي في تقديري الخاص أعتقد أنها مقدور عليها مهما كانت خلاف حولها ومهما كانت الطريقة التي سيوقع بها على هذه القضايا يمكن معالجتها في مرحلة لاحقة عندما يتم تأسيس المجلس التشريعي لأن المجلس التشريعي هو المفوض بالقضايا الدستورية وهو الذي يستطيع أن يضع بعد ذلك النقاط فوق الحروف يستطيع أن يستدرك إذا كانت هناك أي فجوات وثغرات في الاتفاق ففي تقدير الآن من الحكمة بمكان أن يتم توقيع الإعلان الدستوري على علاته وعلى كل الملاحظات التي فيه لأن كل شيء فيه بعد ذلك قابل للاستدراك بعد تكوين المجلس التشريعي. وما بين التفاؤل والتخوفات من عدم تأثير الاتفاق الأخير على المشهد السياسي والوصول إلى اتفاق نهائي يختم تطلعات الثورة السودانية صار الشارع السوداني في حالة ترقب مستمرة لما ستسفر عنه الأيام المقبلة خاصة بعد بروز بعض الأصوات من داخل مكون الحرية والتغيير التي تندد بالاتفاق بشكله الحالي وتراه غير ملب لتطلعات المواطن. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم. شكرا الزميل إسلام الأمين على هذا التقرير. أستاذ يعقوب زميل إسلام أشار إلى أن بعض مكونات قوى الحرية والتغيير رأت أن هذه الوثيقة التي تم التوقيع عليها يعني جاءت غير ملبية لضرورات أو لاحتياجات الشارع السوداني. هذه النقطة يعني حدثنا بقليل من التفصيل فيها. والله شوف أول حاجة فيما يتعلق بالشارع السوداني أنا بفتكر أنه واحدة من الحاجات الوصايا الزول بقدر بقولها الآن حقه ما تاني يستخدم الشارع في التظاهرات لأنه التظاهرات دي بعد شوية هتبقى عادة الدعوات مستمرة ولو بقت عادة اليوم الدعوات ولو بقت عادة من تجمع المهنيين ولو بقت عادة بتبقى في مشكلة. أنا بفتكر أنه واحدة من الحاجات المفترض تدركه مكونات وأحزاب الحرية وقوة الحرية والتغيير إن الآن هي تحولت من خانة المعارضة إلى خانة الحكومة وهي أصبحت الآن شريك أحزاب مش شريك للحكومة هي الحكومة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي هي من تختار رئيس الوزراء وتختار الوزراء وهي من 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 تكون مسؤولة عن معاش الناس وعن حقوق الناس وعن كده وعن كده بالتالي هي الحكومة الفعلية والمسؤولة بالتالي على هي ذاتها أول حاجة إنها تتحول بأحزابها وحاجاتها دي من خانة المعارضة إلى خانة الحكومة والحكومة تختلف المعارضة أنت داير لك نشاط سياسي متظاهرات غيره غيره لأنه لو حولت هذه التظاهرات من قيمة جيدة أدت غرضها لعادة مستمرة أنت ذاتك بكرة لما تجي تبقى في الحكومة هتمحن بها لأنه الآخرين ستعاني منها العادة دي وخاصة قوام هذه التظاهرات الشباب والآن يعني أهم بند البطالة صحيح يتكلموا عن أنه الشباب ديل يشوفهم في الجانب الاجتماعية والسياسية وإلى الآخر دي ما كفاية الشباب ديل يعني اجتماعيا وسياسيا يعني لو دارت تدخلهم البرلمان هتدخلهم أكثر من 50 هيحلوا قضايا الشباب السوداني الشباب السوداني عنده إشكاليات في أهم نقطة ما ذكرت في الاتفاق البطالة أنت لابد بأنه تفتش عن فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب تبحث إشكالاتهم وين إشكالاتهم شنو لابد بأنه تبحثها وناس دارين يعيشوا في وضعية والآن معظم الأسرة السودانية دي ما في أسرة ما عندهم زول في أوروبا ما عندهم زول في كده وبنقول لهم طبيعة الحياة هناك وغيره وغيره وكل الشباب ده مطلع أنت لابد من أنك تعالج إشكالية بتاعت الشباب ده بشكل فعلي لأنه لو ما عالجته بشكل فعلي ستظل المشكلة قائمة وحولت التظاهرات دي لعادة مستمرة بتبقى فيها مشكلة فأنا أرجو أنه من قوى الحرية والتغيير بمكوناتهم أول حاجة يتحولوا من خانة المعارضة لخانة الحكومة وهم الآن بقوا أحزاب بتاعت حكومة ومكونات بتاعت حكومة ده واحد الحاجة الثانية يعني فيما يتعلق بالمجلس التشريعي وشايف في الاستطلاعات انه الناس يعني يعولوا على النقطة هذه يرى كثير من المراقبين وحتى المواطنين انه تم تأجيل هذا الاشكال بدل حله يعني ان يحل في الاول تم تأجيل الاشكال الى 3 اشهر
نسبة 67% إلى 33%. هذه باختصار لو سمحت. أنا ما شايف في مشكلة كبيرة في مشكلة في الـ 67. الـ 67 دي لما اتفقوا وقالوا فيها الحركات المسلحة دي هي جزء من قوى الحرية والتغيير. بالتالي كده خلي يشوفوا نسبتهم كم يعني. يعني بيستحقوا كم؟ الحركة الشعبية ناس الحلو ديل، ناس مالك عقار، ناس العدل والمساواة الجديدة، ناس العدل والمساواة جبريل، ناس مني من ناوي، بيشوفوا كم يا أخي؟ بيعادلوا كم؟ خليه يطلعوا من نسبة الـ 67 دي يخطوا كاستحقاق بتاع السلام، وده حقه يبادروا به وهم ذاتهم كقوة إعلان الحرية والتغيير. طيب والقوة السياسية الأخرى الموجودة التي يعني أخرجت تظاهرات ونددت وتحدثت عن أن هذه 67% لن نقبلها، يعني ماذا ستفعل؟ ماذا سيكون دورها في المرحلة المقبلة؟ هي ما هي أنا أفتكر أنه المعادلة محفوظة. القوة السياسية الثانية دي موجودة في نسبة 33. اللي يجوا من 67 ده يطلعوا نسبة الحركات المسلحة. الآن لو قلنا الحركات لو حسبناها بالولايات، دارفور فيها 5 ولايات، كردفان فيها 3 ولايات، النيل الأزرق فيها ولاية، دي كم ولاية؟ كم تقترحون أن تكون الحركات المسلحة؟ دي كم ولاية؟ طيب أنا أسألك كم تقترحون؟ دي كم ولاية؟ على الأقل دي يعني بتشكل حوالي 10 او 9 ولايات تقريباً. من 18 معناه 50%. اقسم ال 37 ديل ادي قوى الحريه التغيير منها 50% وخلي ال 50% للسلام للحركات المسلحه وشكل المجلس في شنو؟ ما في مشكله يعني. فانا افتكر انه اذا فعلا الناس كلهم قلبهم على السودان ده وانه السودان يعني يقيف، وانا افتكر انه يعني لو ادى قوى الحريه والتغيير فيه 80 مكون، لو أدت 300 كله كمجلس ما حيرضيه وما حيكفي ناسه يعني. فأنا أشكرك. أفتكر أنه ده يعني. أشكرك جزيلا أستاذ يعقوب محمد الملك رئيس حزب الدستور القيادي البرلماني السابق على كل هذه القراءة التحليلية وهذه الأريحية. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، انتهت حلقة هذا المساء من طاقتي خاصة. حتاما تحيانا لكم والسلام عليكم. وعليكم السلام.